الشخصيات رح تتغير قدراتها بشكل جذري في التحديث القادم، وفي واحدة من أهم الشخصيات اللي باللعبة ممكن تنحذف نهائيا. شو ما هذول الشخصيات وإيش قدراتهم الجديدة وإيش هي الشخصية اللي بالذات رح تنحذف؟ هذا اللي رح نعرفه في فيديو اليوم. معكم دراجونوف، وإذا كنت جاهزين خلينا نبلش بأول شخصية. طبعا أنتوا عارفين إنه فري فاير بكل تحديث جديد بتغير شوي بالشخصيات، وخصوصا بالشخصيات اللي بالعادة الناس ما بتعرفها وأساسا ما بتهتم لها لأنه قدراتها ضعيفة. وأول هاي الشخصيات هي شخصية فور، واللي طبعا نزل على اللعبة وتغير شكله وتغيرت قدرته ولا في أي حدا داري عنه. فعشان هيك قالت فري فاير بعدين معك يا فورد خلينا نقويك شوي. طبعا قدرة شخصية فورد من أول من نزلت لحد الآن هي إنها بتقلل الدمج لما تكون برا الزون. هاي القدرة كانت بداية اللعبة بالبدايات كانت كويسة شوي، لأنه زمان ما كان لا في سكايلر لا كان في آلوك ولا حتى في قدرات قوية كثير. يعني حرفيا قدرة شخصية فورد زي هيك شو بدها تسوي بين كل القدرات الخرافية اللي فوق؟ عندك لوكاثا، عندك تاتسويا، عندك سكايلر، عندك ووكونغ، عندك أسماء رهيبة. وبالآخر بالله جاي تحكي لي والله بتنقص لك 24% الدمج من الزون. يعني يا ريت هذاك النقصان الكبير 24% بس. عشان هيك في التحديث القادم راح تتغير قدرته وراح تصير أحسن. قدرة شخصية فورد بعد التحديث الجديد راح تكون كالتالي: لما تتدمج أو يقل دمك مباشرة راح تزيد لك 30 في الهيل، طبعا خلال 3 ثواني، يعني كل ثانية بتزيد لك 10. بس شو الحلو فيها؟ هي تشبه شخصية لوكاثا، بس شو الحلو فيها؟ إنه مباشرة بتزيد لك. فهذاك بتحكي لك لازم أنت تخلص من فايت ولازم تطلع من الفايت وقصة حتى بعدين يزيد لك الدم. شخصية فورد راح تكون زيها بس هاي مباشرة، أول ما ينقص دمك مباشرة بيزيد لك 30. وطبعا في كول داون 20 ثانية بين كل مرة ومرة، فيعني لو إنه دمك قليل وأنت متخبي بمكان مثلا كل 20 ثانية راح يزيد لك 30 في الدم. فهذا إيش حلو. شوف مثلا عندنا هون في التجربة اطلع، طبعا هو وقع فول دمج، بس على فكرة الموضوع مش من الفول دمج بس، أي كل ما تتدمج بأي طريقة لاحظ إنه مباشرة عبى دمه. هذا الحلو بالموضوع، طلع هيو دمج هسه مباشر عبى دمه. شخصية فورد بصراحة بعد التحديث الجديد أنا شخصيا راح أستخدمها، خصوصا إنه ما بعرف إذا حكيت لكم من قبل بس أنا حاليا بلعب بشخصيات مش أكتف. طلع كل الشخصيات اللي عندي باسف، وأكيد أنتوا عارفين السبب، جلطكم قد ما حكيت لكم إنه سكايلر بعد ما شالوا قدرته أنا بطلت ألعب بشخصية أكتف، فأنا قررت خلاص ألعب بشخصيات باسف، فيش داعي يكون عندي شخصية أكتف. ولو تشوف حتى قدراتي راح تلاقي كلياتها شخصيات بتعبي لك دمك، بتزود لك في الدم بسرعة. مثلا بلعب بماكسيم، بلعب بالبزر بيتر، بلعب بنفسه هو هاتريك اللي هي قدرة لوكاثا، بس لما ينزل فورد راح احطه كمان لانه راح كثير يزود لي دمي مع باقي القدرات اللي عندي انا. ثاني شخصية راح تتغير قدرتها هي شخصية داشا. اوه ماي جاد، شخصية داشا من اول ما نزلت لحد الان اتوقع ما حد لعب فيها الا البنات بس على انه هيك شكلها كيوت، اما انه حد يلعب فيها عشان قدرتها لا ما اتوقع. اكيد لانه قدرة شخصية داشا متمركزة حوالين اشي ما بيصير بالعادة، قدرتها حاليا متمركزة حوالين الفول دامج، يعني لما انت توقع من منطقة عالية راح تقلل لك الدمج وتعبي لك شوية دم. بس يعني الواحد عادة بس يلعب نادر ما يوقع من مكان عالي صح، إلا إذا كان واحد من جماعة الفاكتوري، فعشان هيك شخصية داشا نادر ما تلاقي حد يلعب فيها. ولكن هذا كله ممكن يتغير بعد التحديث الجديد، واللي هي إنك بعد ما تقتل أي خصم راح يزيد عندك سرعة اللاعب والريت اوف فاير راح يزيد لمدة 6 ثواني. تخيل إنك كل ما تقتل واحد بيزيد عندك ريت اوف فاير وسرعة الركض، حرفيا هاي راح تصير أقوى من كيلي. وشوفوا فيديو التجربة، اطلع كيف هي قاعدة تركض. أوكي شوف هاي وقعت واحد، اطلع كيف صار على رجليها احمر وصارت تركض بسرعه وحتى الريت اوف فاير زاد عندها. اوكي فها هي قدره شخصيه داش المستقبليه. اوكي فعليا هذا تطور كبير بشخصيه داش، يعني حاليا قاعد تنافس شخصيات زي جوزيف وزي كيلي، خصوصا انه هاي شخصيات كلياتها بتركز حولين سرعه الركض، فلا اتوقع انه داش راح تكون واحده من الشخصيات اللي كثير مستخدمه. الشخصيه الثالثه هي واحده من الشخصيات اللي من اول ما نزلت وانا عندي معها مشكله، انها شخصيه نزلت جديد وقدرتها جدا جدا ضعيف. والشخصيه الثالثه معنا بهذا الفيديو هي واحده من الشخصيات اللي قدرتها بصراحه جيدة مش كثير ضعيفة، يعني بتمشي الحال، واللي هي شخصية أوثو. طبعا هاي واحدة من الشخصيات اللي ما إلها فترة كثير نازلة وأنا عملت فيديو كامل عنها، ولكن الفيديو بطل له فائدة لأنه قدرتها راح تتغير. قدرة أوثو ببساطة إنه لما تقتل أي خصم أو توقعه نوك راح يبين لك كل أماكن الخصوم اللي على بعد 75 متر أو أقل، وبصراحة هاي قدرة حلوة لما تكون تلعب سكوادات، وخصوصا إنه أماكن الخصوم راح تبين إلك ولسكوادك. ولكن بعد التحديث الجديد راح تكون القدرة مختلفة شوي. أول إشي ما
رح يبين لك الخصوم على بعد 75 متر بعد ما توقع واحد نوت، رح تصير على بعد 20 متر، يعني على بعد أقل. ولكن في ميزة ثانية، هذول الخصوم مش بس رح يبينوا، رح يبينوا وسرعة ركضهم رح تقل بنسبة 25%. يعني بمعنى آخر، أنت رح تعرف مكان خصمك، مش بس هيك رح تبطئ عليه عملية الهروب لو حب يهرب. وخلينا نشوف بالفيديو العملي كيف. أوكي شوف، هاي هون هاي وقع خصم نوك، وشوف قديش بطيء. طلع لاحظ البنت قديش كانت تركض بسرعة كثير بطيئة. اطلع لو تدقق هي بعد ما وقعوا نوك، اطلع طلع 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 كيف البنت تمشي هيك برخمة حركتها. أشوف عند هاي الشخصية ما رح أقول إنها تحسنت ولا صارت أسوأ، بصراحة ظلت تقريبا على نفس المستوى لأنهم قللوا القدرة الأساسية وزادوا قدرة إضافية. والشخصية اللي بعدها أنا رح أعطيها جائزة أكثر شخصية تغيرت قدرتها، واللي هي شخصية زياني أو شخصية زينة زي ما بتحبوا سموها. طبعا هي واحدة من الشخصيات اللي نزلت بعدين غيروا قدرتها، بعدين لا رجعوا قدرتها الأصلية، بعدين رجعوا غيروا قدرتها، بعدين قالوا لا قدرتها الجديدة هي أوفر باور فرجعوا قدرتها الأصلية. بإمكاني أعمل كتاب كامل عن قديش قدرة إلها كانت، بس بالآخر قدرة هاي الشخصية هي نفس القدرة اللي نزلت فيها، واللي هي بصراحة واحدة من القدرات اللي أنا فعليا مش مقتنع منها، واللي هي إنها بتزيد لك 120 في الدم مباشرة، بس راح تظلها تنقص شوي مع الزمن. أوكي، وبرضو خلال هاي الفترة بتزيد الدمج على الثلج. شوف بصراحة أنا حبيت موضوع إنها بتزيد الدمج على الثلج، ولكن مشكلة إنه الدم بيزيد بعدين بصير ينقص شوي، يعني ما بتحس إنه في استراتيجية منيحة تقدر تلعب فيها بهاي الشخصية. عشان هيك هاي واحدة من الشخصيات اللي مش مقتنع بقدرتها. بعد التحديث صارت قدرتها شوي احسن. اول اشي ما بتزيد لك 120 دم، بتزيد لك 50، مش كثير، ولكن اول اشي الدم ما رح ينقص شوي. اوكي، رح يعطيك دم 50، بعدها هوب فجأة تلاقي الدم راح ال50، وطبعا رح يصمد معك هذا الدم اللي زيادة لمدة 8 ثواني. خلال هاي الفترة اي عملية شفاء، يعني سواء عبيت دم او انك اخذت مستنشق او انك عملت اي طريقة بتهيئ فيها حالك، تأثير زيادة الدم رح يزيد بنسبة 75%. اوكي عارف انه عزق شوي، فخلينا نشوف الفيديو العملي. اوكي لاحظوا انه دمها فل، حاليا دمها 200، ركز على الارقام مش على الخط نفسه. اوكي دمها حاليا 200، اول ما استخدمه صار دمها 250، دقق. اوكي حاليا، اوكي ما نتكلم هذا الفيديو مش مبين انه سرعة العلاج رح تصير اسرع، تمام؟ المشكلة أنا ما أقدر أجرب هاي القدرات بإيدي، تمام؟ لأنه بدك سيرفر مطورين وبدك أشياء كثير عشان تجربها. الأحسن استنى للتحديث الجاي. والشخصية رقم 5 والأخيرة هي شخصية سانتينو. أوف أوف، لسه ما لحقت تنزل الشخصية. طبعاً أتوقع كلياتكم عارفين قدرة شخصية سانتينو، وفي فيديوهات كثير نزلت عن خدع فيها وكيف تستخدم المانيكان اللي بتنزلها، أكيد كلكم عارفين. أوكي الجماعة المبسوطين كثير في هاي الشخصية، واللي بيعملوا خدع يطلع فوق الفاكتوري ينزل تحت ويكمل، عندي خبر سيء لكم، تمام؟ لأنه التحديث الجديد رح يخرب عليكم كل هاي الخطط. في التحديث الجديد ما تغيرت كثير قدرة شخصية سانتينو، كل المواصفات زي ما هي إلا إشي واحد، اللي هو إنه الدمية رح تصير تتحرك. لاحظ هسه كيف لما يحط الدمية شو رح يصير؟ طلع. اوكي الدمية رح تصير تظل تمشي لقدام، فكل الخطط تبعتكو وكل اساليب الكمبرة تبعتكو ما رح تزبط المرة. بعدين انا مش فاهم كيف الدمية بتطير بالهواء. اوكي فيب اتوقع انه ما رح تنبسطوا بالمرة بهذا الخبر، صح؟ واخيرا رح نحكي عن الشخصية اللي ممكن تنحذف في فري فاير. اوكي انا عارف انه هذا الخبر يمكن يكون صادم لبعض الناس، تمام؟ بس لازم اوتركو. ياب ووكونغ، شخصية ووكونغ في احتمال كبير انها تنتهي نهائيا من لعبة فري فاير، تمام؟ ولكن عشان اكون صريح معكم، اوكي مش اكيد 100%. تعرفوا ليش؟ دي دي جي جيمرز يوتيوبر اجنبي مشهور حاول يدخل على سيرفر المطورين، واللي عارفينه انه هو السيرفر اللي بيكون فيه التحديثات القادمه اللي لسه ما نزلت على بتفري فاير حاليا، ولكن اتفاجئ لما دخل على قسم الشخصيات ما لقى شخصيه ووكونغ. لقى كل الشخصيات الموجوده هون وحتى الشخصيات اللي راح تنزل جديد لقدام في اللعبه، بس ما لقى شخصيه ووكونغ. فهل هذا مؤشر انه التحديث الجاي ما راح يكون فيه شخصيه ووكونغ، ولا مجرد جلتش في اللعبه؟ لانه عارفين سيرفر المطورين اساسا هو سيرفر قيد التطوير، فاحتمال كبير انه يكون فيه جلتش، او حتى الشركه نفسها ما صرحت انه راح تحذف شخصيه ولا راح تعدل اي شيء على شخصيه ووكونغ، ولكن هذا اللي صار مع اليوتيوبر. فانتوا اكتبوا رايكم تحت في التعليقات، هل ممكن عن جد فري فاير تحذف الشخصيه هاي، ولا بوجهه نظرك انه مجرد جلتش؟ اوكي وهيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. اذا عجبك الفيديو لا تنسى تشترك
في القناة وتفعل زر الجرس واعمل لايك. واذا لساتك تشحن فري فاير بفلوس اضغط على الفيديو اللي راح يطلع لك هون، لانه راح يعلمك كيف تجيب جواهر فري فاير مجانا 100%. وبالنهاية كان معكم دراجونوف ودمتم في رعاية الله.